عليهم الفتنة واجتهدت لهم رأيي فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم الله أكبر. فهم عبادك. شوف يا أخي، خوف الله في الأمة يا دكتور، يعني يخاف الله تعالى أن يحاسب على هالأمة اللي تحته، لا يعني يكون قد فرط فيهم، مثل ما ذكروا أن عمر بن عبد العزيز وقف مع الخليفة في عهده قبل لا يصبح عمر بن عبد العزيز خليفة، وقفوا على الصفا في الحج ورأوا الناس كثير، فالتفت عمر بن عبد العزيز إلى الخليفة قال له ما رأيك في هؤلاء؟ قال هؤلاء رعيتي، مبسوط أن عدد الشعب حقي كثير، هؤلاء رعيتي. قال ترى كل هؤلاء، كل واحد يحاسب عن نفسه إلا أن تحاسب عن هؤلاء جميعا. في ليت يا أخي اليوم يعني الناس يفهمون مثل هذا، يعني عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، سواء كان رئيسا لدولة، سواء كان أميرا لمنطقة، لو محافظ في مدينة صغيرة، لو مدير مدرسة، مدير جامعة، أب في بيته، لا بد أن يشعر الإنسان حقيقة بعظم هذه المسؤولية، وأن الله تعالى سيوقفه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ويسأل عن كل شيء كان تحت يده.